اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناه منوعات ابو محمد في حياه اهل الريف. النهارده معانا عرض جديد، عرض عجلتين مستعملين، عجلتين نصر حالتهم جيده، يمشوا الجرار فتره كبيره. العجل ده ما فيهوش اي قطع خالص، وبقابه يعني 50% مثلا، بس العجل سليم كله ما فيهوش اي قطع. حاجة اللي يمشي في البوجر إلا حاجة 3 سنين. عجل بالصلاة على النبي ما فيهوش الهوا. الجرار ده خلعوه لما جابوا العجل ده، بس خلعينه سليم. هنكتب رقم تليفون اللي حابب يتواصل مع صاحب العجل. عجل دوسة والجناب كله سليم. مركون بقاله فترة، صاحبه قرر يبيعه.